يلا سيف وبن. السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم يا جماعة حنصنع مع بعض بلبل السيف المانجا، ولكن النسخة الخاصة باللون الذهبي. تخيل انه قبل السيف القاطع اللي ظهر في الجزء الاول كان في سيف هو سيف المانجا اللي ظهر في مجلة المانجا، يعني ما كان له اي انمي. المقطع اليوم بعد ما نصنع بلبل السيف المانجا مع بعض حيكون عندنا 5 تطورات للسيف، تخيلوا حنوريكم هم كلهم. قدرت احصل على لير السيف المانجا من الحقيبة الذهبية لبلابي بيبرة البيرس من سويت تويز. قلت اقول لكم كيف انا قدرت اجيب هذه اللير، عشان اللي حاب يصنع هذا البيبر المميز زيه ويلعب زينا يعني، والقطع كلها اتوقع انها متوفرة عند الكل، انها كلها قطع بسيطة وحاوريكم هي في مقطع اليوم. ويا جماعة ترى سويت تويز ومتجر مونستر بيبليد ومو بس يبيع الحقيبة هذه او بس لير السيف، لا عندهم كل شيء يخص هذه اللعبة مثل الحلبات، اجهزة اطلاق، اكسسوارات اللعبة، وهذا قسم جديد يعني سووه. تابعوا سناب المتجر عشان تعرفوا شو هذا القسم، وعندهم يعني اشياء مره كثير، فشيكوا على الرابط حيكون تحت في صندوق الوصف، وبرضه رابط سناب ورابط تيك توك وكل شيء يعني مواقع التواصل الاجتماعي حق المتجر حيكون تحت في صندوق الوصف. يا جماعة في نقطة مرة مهمة، ترى التوصيل داخل المملكة العربية السعودية حيكون خلال 3 أيام إلى 4 أيام بحد أقصى، وخارج المملكة حيكون خلال أسبوع، يعني ممكن في يومين يوصلك المنتج أو في 7 أيام بحد أقصى، يعني 7 أيام ممكن خلالها يعني. وترى مجموعة أخيرة البيو توفرت، والمجموعة الرباعية الجزء الرايز توفرت اللي فيها تكوين ملكي والكاسة المجنح وجميعهم بكام القطعة الأصلية، وكمان السيف الجديد البيو توفر. ما قلت لكم كيف قدرت احصل على هذه اللير الذهبيه المميزه يا جماعه، اللير حرفيا رهيبه. هذا توقع هو كان الملك في جزء المانجا، فاللير كمان لونها ذهبي، فالشكل سايب خرافي. الديسك جبته من بلبل المنجل الجارح من الجزء الاول، حتى المنجل ترى موجود عندها في المتجر. اما الدرايفر فهو درايفر مطاطي يا جماعه، عندكم تحصل عليه بطريقتين، اما من مجموعه اخيل او من مجموعه اللهيب. لا مجموعه اخيل ممكن هي موجوده، بس الاكيد انها موجوده في مجموعه اللهيب النجمي اللي برضه موجود عندها في المتجر، طبعا هذا هو المحارب الشرس، نفس القاعدة حق السيف المانجا. مقطع حنصنع البلبل، ومو بس حنصنعه يعني نريكم هو كذا خلاص كنا فتح علبة، لا حيكون مقطع تقريبا كله نزلات، فهذا هو شكل البلبل بشكل مبدئي. ودحين خلينا نختبر قوته، فيلا هذا يا جماعة نصنع فيه بلبل السيف زي ما قلت لكم، ونختبر قوة البلبل، يعني جينا نلعب كم نزال. هذا مو الاختبار الشامل لقوة البلبل، حيكون في مقطع ثاني طبعا ترقبوه في القناة. أول نزال طبعا السديد وسيف المانجا وبيرس، بلبل سريع ترى ما قد جربته، هذه اول تجربة وطلع بلبل سريع خفاش النار. سيف المانجا او خفاش النار، السيف صغير ولكنه مكين حرفيا، يعني كذا يغدر بيك حرفيا. اوكي ما قدر اسوي شيء في اول جولة، نروح للجولة الثانية. فيلا اوكي سيف والكليك، طريقة دوراني كمان غريبة كذا، يعني هو سريع بس نفس الوقت تحسه في تمر انه بطيء، ما ادري كيف. اوكي بيرس في اخر ضربة، بق صعب هذا الاصلي، هذا الاصلي عبد الرحمن اللي اخترت الاصلي. انا يا جماعة ما اختار الاصلي لان صراحة اخاف على اللير من يتكسر، لان يعني الاصلي حرفيا فيه لعيوب مصنعية من هنا لين عندك. افهم اللي قبل شوي انا قلت اللي يتابع فيفا مساحة الضاري سيف المانجا. يلا سيف وبن. بلاب المانجا اقوى من بلاب الجزء الاول، يعني الشجاع قبلهم واللهيب كمان، ودحين سيف المانجا قاعدين يحطهم بلاب الجزء الاول، يعني شيء يا جماعه ما غريب ترى. اللامع جاي يدخل سمعة بلاب الجزء الاول، او ان السيف له راي اخر، خلينا نشوف. بلاب هذه يا اخي وقتها كانت حلوه على وقتها اي، بس الحين كذا نبغى نبغى البلاب ضرباتهم اقوى، يعني من اكثر من البيرس، البيرس مطلوب اكيد، بس يعني ضرباتهم اقوى كذا والكبار كذا، عرفتوا كيف؟ زي مثلا اخي الشجاع اللي عنده. اوكي ما ادري ايش صار قبل شويه. قام الجارفه. حطم السيف لاول مره في مقطع اليوم. جد اسم الحام جد صح؟ ايش بدوي كذا؟ حطم. قل لي ايش بقول كذا تحطم. صعب تي دي انا من اول قاعد العب بجهاز اطلاق حطم تي دي، ترى اللير حقته يعني اقوى، وغير كذا تحسوها صلبه اكثر من حقه كابتومي، فما ادري كيف المفروض تحطم، يعني هذه صراحه تنحسب للسيف.
لان يا جماعه حاولت اني اجيب بلعب بجهاز طلق الدينامايت بس ما زبط، فالحين بجيب مره ثانيه. اثنين مدبر يلا شفتوا اعلك بليد، لان ليرات المانجا اصغر من ليرات العاب الطبيعيه والحديد. طب كل بلابل يعني حتى اللي عنده في المتجر زي كذا. اوكي حنعيدها الحين مره ثانيه. الضرب وايد متوحش. البيبي اللي سببه انا قتلت بطولات مره كثير. بطولتين هو بس يعني لعبتين. بسبب الكلب وحتى الحين بعد على السيف. يعني هو اكثر بيبي القوي واكثر بيبي انا ما احبه. وكان على اخر كليك. نايس. مانجا المانجا، الكلب المانجا والسيف المانجا. لا هذا ما حسبنا حسابه، كذا السيف حيضيع طاقته، حيفوز الكلب المانجا. اوه ماي جاد يا السيف! السيف الخارج عن المألوف فاز بطريقة رهيبة. والله مانجا ثاني. ما اتوقع النتيجة. يجي مع الحلبة. مع الحلبة الالكترونية اللي كانت في جزء المانجا. هذه مرة صار الشيء المتوقع والطبيعي. فالحين. بلبل اللي جاب لنا مليون. اللي جاب لنا أول مليون مشاهدة في كل مسيرتنا في اليوتيوب. طبعا كان على تيك توك يا جماعة. هو بيبل هاسبرو سلينك شوك وانا قاعد اشتريه وجاء من بيبل مهم، فقاعد اقول ليش يعني جاب هذا بيبل السيء، وانا ما اعرف ان هذا بيبل السيء هو اللي حيجيب لي اول مليون مشاهده في مسيرتي اليوتيوبيه. لقوه في حساب المونسترز على تيك توك وفاز. يعني الصراحه هذا بيبل يا جماعه اخذ لونه كذا احطه عندي في المكتب ما العبه بعد كذا، لانه بيبل اسطوري يعني هو اللي جاب لي المليون. وبرضه بيبل ثاني كمان يعني ثاني مليون جبناها كان في يوتيوب هنا مو في تيك توك، اللي هو بيبل الشجاع، الشجاع البيو اللي تعرفوه كيف شجاع المهاجم. المقطع اللي هو في 10 ثواني هل يقدر يحط بلاوي ولا لا. الحين مع اخر نزال في المقطع اليوم حيكون ضد الثعبان. فبس ختامها تحطم السيف، هذا كل اللي عندنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، حيكون في مقطع ثاني اقوى وافضل لاختبار قوه السيف. المقطع هذا كذا يعني زي شفتوا بعد ما نشتري علبه نلعب كم نزال، هنا كمان كذا لعبنا كم نزال على السريع وبناكم بيبل السيف المانجا، واللي المعلوميه بصراحه عجبتني قوته يعني هذا من البلاب اللي يعجبني كذا يعني في اللعب احب اني العب فيه بس ما ادخل بمسابقات لانه ممكن يخذلني الصراحه. فاظن الختام، شكرا على المشاهده، لايك اشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وبس مع السلامه. يكون في مقطع شورت اليوم او بكره ان شاء الله. البلابل نتكلم عن اكبر قسم جديد انضاف للمتجر وهو قسم الالعاب المنوعه. قسنا في هذا القسم على كل افراد العائله، نبغى كل عائله تدخل المتجر وتستمتع وتقدر تشتري. على سبيل المثال لو اخوك الصغير بيستعمل عندك في المتجر فحيلاقي تشكيله منوعه من الالعاب اللي تناسب عمره. ومن اهم الالعاب اللي عندنا هي كتاب العبقري الصغير، طبعا هو كتاب تعليمي ترفيهي شيء مره حلو. الكتاب اصدارين، اصدار باللغه العربيه والاصدار باللغه الانجليزيه، وطبعا كتاب تفاعل زي ما قلت لكم. ولو انت حاب تشتري لعبه غير لعبه البلابل فجبت لك اليوم لعبه الخدع السحريه. في شكلين يا جماعه من الخدع السحريه وكلهم حيكونوا بنفس السعر، وترى جميعهم حاليا عليهم عرض اليوم الوطني. مناسبة ترى من اليوم نزلت جميع عروض اليوم الوطني وفي منتجات مره كثير عليها عروض واغلبها عليها شحن مجاني فالحقوا عليها. سابقا كان بس مختص بالبلابل وفي بعض العاب الاولاد مثل التحديات والامور هذه، بس حاليا صار حتى البنات يقدروا يشترون عندها في المتجر وهذه خطه من خططنا التطويريه للمتجر. في عندي العاب مره كثير بس اختار لكم لعبتين عليها عروض الشحن المجاني وعليها كمان عروض اليوم الوطني السعودي، فالحقوا عليها مثل لعبه الدكتور ولعبه التسريحه كمان. ولو اخوك كبير يلعب بلوت او يحب الالعاب الورقيه فترى عنده البلوت الاصلي من شركه سكر، وبرضه عندنا جميع التحديات والالعاب الورقيه.